لك بقى كيف تجذبين رجلا اليك. بص يا ست الكل، الراجل ده كائن عايز تضحكي عليه. ازاي؟ هقول لك. تبقي حاطه في وشك العبر كلها، بس هو يبقى شايفك بنت طبيعيه ومكياجك رقيق. هقول لك بقى تعملي ايه. بصي بقى، وانت نازله الصبح رايحه الجامعه مثلا، يستحسن ما تحطيش فاونديشن زي ما هما بيقولوا، ولكن هتعملي ايه؟ بصي بقى، البنت اللي الراجل بينجذب اليها ويسيبك انت، ده كونسيلر، هتحطي كده واياكي وحذاري ان تدمجي، لو دمجتي هتضيعي حلاوته. بصي بقى، ما تدمجيش، انت تسيبي كده، وهو برضو هيبقى مفكرك انك انت كده طبيعيه وجميله، مش هيصدق ان ده اهو، هيقول عليكي حط حاجات خفيفه مع انك فاهمه. ما تدمجيش، انت تحطي كده اهو، بس تسيبيه كده، هو مش هياخد باله، مش هيلاحظ، هيبقى شايفك بنت جميله وطبيعيه. حواجبك بقى، مش هقول لك حطي في حواجبك بني او اسود، لا، في لون طالع اللي هو تخلي حواجبك لونها اشقر، مع انك انت لا شقره ولا عينك زرقاء، بس انت هتخلي حواجبك صفرة اهو. تفضلي توصلي حواجبك للون الاشقر، وزي ما قلت لك هيفكرك بنت من اصول تركيه اهو. كل ما حواجبك اصفرت في نظره، كل ما بقيتي بنت اموره اهو، بقى حاجبك اصفر، فالروح اللي هيفكر من جوه بقى ان شعرك اصفر، مش هيبقى عارف ان ده اي شادو واحنا اللي اخترعناه اهو. حواجبك اشقرت، معرفتيش اكسجين بقى ودهنيهم اصفر وصبغيهم اصفر، فهتبقي شقره برضو في نظره، مش هيعرف، والله ما هيعرف. اسالي كده اي واحد تعرفيه هيقولك مش عارف اهو، هيبقى بس شايفك انك انت ايه، البت الشقره راحت، البت الشقره جت، لكن هو ما يعرفش الحقيقه اهي. بقيتي شقره وحواجبك برتقان. بعد كده انت نازله الصبح، ما يستحسنش انك تحطي كحل اسود، فتحطي كحل اخضر، بتنجاني، موف، اي لون اهو، وتحطي جامد كتير جدا، يعني ما تحطيش خط بقى لا اهو كتير. ويستحسن انك انت زي ما قلنا ما تحطيش لاينر اسود، لا، لاينر ازرق اهو اهو، وتزوديه بحيث يبقى منه لاينر ومنه اي شادو، وهبقى شايفك بنت رقيقه اقسم بالله، اساليني انا اهو. وحاولي تعرضي الطبقه، ما ترفعهاش زي ما قلنا اهو كده، بقى ده لاينر واي شادو في نفس الوقت، وهتبقي جذابه صدقيني والله العظيم يا بنتي. اللوك ده ياما 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 في الجامعه وفي اي مكان اهو. كده انت بقيتي حاطه لاينر بحيث لو هو ما خدش باله منك هيلفت نظره نن عينك اهو، بقيتي كده ماشي. هتقولي لي مفيش حد بيحط في الحقيقه كده، هقول لك كدابه، امشي في الجامعه وانت تشوفي كدابه وما بشوفش حد بيه اهو، مش مدموج. هتيجي خلاص بقى انت حطيتي كل ده، لو حطيتي رموش يستحسن، لو حطيت رموش الصبح بدري كده بالنهار يستحسن، تحمي عينك من الشمس وتبقى زي الفل. بس انا بقول ايه، يعني خليكي كده في البدايه بنت طبيعيه في نظره، هو مش هيعرف ان دي رموش، واساليني انا، النبي ما هيعرف. بعد كده عايزه تحطي ماسكارا حطي، مش عايزه قشطه. بعد كده بقى ايه، هتحطي الروجاجو. الروجاجو ده هو مرحله انتقالك من البنت اللي كده للبنت الكيوت، يعني كل ما كترتي روجاجو كل ما كانت خدودك حمراء من الكسوف قدام، مش هيعرف ان ده روجاجو اهو. وايه، ما تدمجيش، لا، استهدفي كده اهو، استهدفي بحركات دائريه عشان تباني بنت كيوت. اما يجي يسالك قولي له يا حبيبي دي سان كيس، مش هيفهم، مش هيفهم، هيفكرك طبيعي اهو. تبقى انت كده ضحكتي عليه، وده والله العظيم يا بنتي هو ده الصنف اللي بيفكروه ان هو على اهو. كل ما الدايره محيطها ضيق كل ما بقيتي بنت عميقه اهو. ما تخليش اللي قدامك يشوفك، لو شافك من جوه وما شافش الرجاجو اكتر ما شافك مش هيشوفك، فهمتي حاجه اهو؟ خلي اللي قدامك مش شايفك، يعمى في الرجاجو، يعمى اهو 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 اهو.
اول ما تحسي انك انت بتبصي في المرايه شايفه خدود بس، فانت كده تمام وصلتي للمرحله المثاليه اللي هيتنايل على عينه تخدعيه، يبقى فاهم القصه ماشيه ازاي. خلاص كده انت خدودك بقت حمراء، وقلنا لك لو جه سالك هتقولي له ان دي سان كيس. نيجي بقى لمرحله انك انت تبقي لامعه. لامعه يعني هايلايتر، وده انا قلته قبل كده. ما تتكسفيش وتقولي ما ينفعش ابقى ماشيه بالنهار حتى هايلايتر، لا. اللي هيجي يسالك قولي له حبيبي دي بشرتي دهنيه وانا بنت طبيعيه، وهو مش هياخد باله برده. فانت ممكن تجذبيهم بلميع. هتقولي لي البرونز ده بيتحط فين؟ اقول لك عادي ممكن تحطيه في اي مكان انت عايزاه، ما تقيديش نفسك وتعملي زي اللي ما بيفهموش. ممكن تحطيه تحت الكونسيلر ده ليه؟ هقول لك. شفتي البنات اللي بيبقوا واقفين تحت عمود النور بالليل دول، وبتبقي شايفه النور طالع من عينهم مش من نور؟ هو ده بقى اهو بيتحط هنا، ما بيتحطش هنا ولا هنا ولا هنا، تحت عينك على ايه؟ على الكونسيلر اهو. كان زمان كده بيتباع في ازايز بيضه، بودره بيضه كده بتلمع، انا كنت بحطها كده على طول من غير ولا ادمج ولا نيل، وكانت عيني بتلمع وكنت زي القمر، ولا حد كان عارف عني حاجه. بعد كده انت لازم تحطي روج يكون مشرق. ليه؟ هقول لك. لو ما شافش خدودك ياخد باله من الروج اللي انت حطاه. هقول لك حاولي تاخدي الالوان الغامقه. البنت اللي بتحط له روج لونه غامق الايام دي بتبقى ترند وبنت كيوت اهو. الروج ده موضه اهو اها اها. سلام بقى لو عملتي مع اللوك ده لينس الزرقاء، اقسم بالله يا بنتي اهو اها. ايه يا احلام رايك في الروج؟ طب مش بذمتك ان الروج ده موضه؟ والله العظيم الروج ده موضه. إيه انصحك ما تقوليش ده لايق عليا وده مش لايق عليا، مفيش حاجه اسمها لايق عليكي ومش لايق عليكي، انت تحطي اللي بمزاجك واللي انت عاوزاه، واللي مش عاجبه يشرب من البحر يا ماما اهو. اظبطيه بس اه. بقيت زي القمر، وقارنه قارنه الحقيقه بقبله بقهو. حتى لايناري في عينيا هو ازرق واي شادو الاثنين في نفس الوقت، احط بس لينسز لونها لبني وابقى اموره كده. الراجل هينجذب ليكي، والاكس بتاعك اللي انت بتبصيله هيفرح جدا لما يشوفك كده، ويشوفك بنت طبيعيه يدوبك حتى روج ولاينر. والله العظيم يا بنتي ما بيشوفوا الحاجات دي، بذمتك انت عمرك كده؟ والله العظيم ما بيشوفوا الباقي، اقسم بالله يقولك ده نو ميك اب. بذمتك كل ده نو ميك اب؟ انت حبيبي انا اللي بخدعك، ما تفتكرش انك انت ناصح، لا انا حبيبي اللي بخدعك، انت فاهم؟ يعني دي استحاله تكون خدود، ما هي استحاله تكون خدود طبيعيه، انت اللهبل. انا ابوها مديها قلمين قبل ما تنزل مثلا، اتخانقت في الاتوبيس فادوها قلمين، ده روجا جو يا حبيبي، انت فاهم؟ والروج ده ده روج متنيل ب60 نيله مو بتنجاني. عجبك شكلها؟ يعني هو كده شكلها عجبك وهي ساحره شريره؟ لا اله الا الله. بس بالله عليكم مش لوك حلو؟ وحواجبها الشاره دي مش حواجبها يا حبيبي، دي صبغاهم، دي الكوافيرات على قفا مين يشيل. صدقت بقى انك انت لطخ وبتتغش؟ يلا كتكنيله.